eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نتواصل معكم في برنامج كورة وعيشها في البرازيل، والبداية بالعناوين. لقاء الأبطال، البرازيل تنازل ألمانيا والكل يبحث عن الطريق المؤدية للذهب، والبرازيل في تحد خاص تبحث عن العبور للنجمة السادسة. ألمانيا لا تزال تتذكر كابوس 2002 وتبحث عن رسم لوحة جديدة لا تعرف إلا النصر، ومعركة خاصة بين سكولاري العنيد ولوف العقيم. دور نصف الحقيقة يضع السيليساو أمام الماكينات في النهائي الحلم، وظهور خاص لكلوزا من أجل كسر الاحتكار، وتواجد مهم للعميل دانتي. هذه هي عناوين هذه الحلقة في هذا اليوم. طبعا اليوم راح تكون في مباراة واحدة من مباريات النصف نهائي اللي سينطلق اليوم في 11، يعني مع نهاية مع ظهور شارة هذا البرنامج تنطلق المباراة بين المستضيف البرازيل وألمانيا. طبعا فريقان مرشحان لهذه البطولة بالفوز بها، وبينهما لألمانيا ثار كبير على البرازيل في نهائي 2002 حينما سجل الظاهرة دافعه على أوليفر كان. من البرازيل معي الزميل تركي العجمة. تركي مساء الخير، كيف هي البرازيل في نتكلم عن الساعة، هذه الساعة قبل انطلاقة المباراة؟ هلا محمد، أمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. الأجواء اليوم في البرازيل في كذا هدوء يسبق العاصفة. بالعادة يكون في الهدوء يكون في البرازيل بسبب حماس الناس وخروجهم للبحث على اماكن لمشاهده المباريات. لا، اليوم الوضع شوي هادي، يعني الشوارع شوي فاضيه، يعني ما اعرف، بس كذا احس انه كان الجماعه مش متفاعلين كثير، لانه التقليد البرازيلي هنا لمتابعه المباريات هو يعني دائما خارج المنزل، مش بس في كاس العالم، حتى في المباريات العاديه للمنتخب البرازيلي يؤخذ الموضوع وكأنه احتفال عائلي، وبالتالي يخرج الجميع من المنزل إلى المطاعم والمقاهي والشوارع لمتابعة المباريات. وهذا الشيء عادة يكون قبل المباراة بساعتين ثلاث ساعات، تجد الشوارع مكتظة بالناس اللي رايحين وجايين يدورون على أماكن يجلسون فيها يشوفون المباراة. اليوم الوضع شوي يختلف عن كل الأيام اللي راحت، عندهم كذا إحساس أنه ممكن الرحلة تنتهي اليوم. إن شاء الله بروح لآخر 24 ساعة معاكم مع المشاهدين تركي، ونتناقش في كل أمور هذه القمة معك ومع ضيفنا الكريم. لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بين هولندا والأرجنتين. المهاجم دي ماريا لا يتمكن من خوض اللقاء بسبب الإصابة، ولكن زميله سيرجيو أغويرو سيكون تحت رهن إشارة مدربه. أغويرو كان قد لعب في دور المجموعات، ولكنه غاب عن انتصارات دور 16 والربع النهائي.
بعد رفض الاستئناف تأكد غياب قائد المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا عن لقاء النصف النهائي أمام ألمانيا بسبب البطاقة الصفراء الثانية، بينما نفذ المدافع الكولومبي خوان زونيغا بجلده من العقوبة بعد إصابته نيمار. لا أتوقع أن يكون هناك أي شيء، لقد كان تصرفا جبانا، ولا أعلم إن كان هناك أي عقوبات ستطال اللاعب الكولومبي. أولى لقاءات النصف النهائي ستكون مواجهة نارية بين الفائز باللقب ثلاث مرات أمام أصحاب الأرض في إعادة لذكريات نهائي عام 2002. في ذلك الحين تفوقت البرازيل وتوجت بلقبها الخامس، ولكن بعد 12 عاماً أصبح الألمان أفضل بكثير. منتخب المانشافت يتفوق في الاستحواذ على الكرة والقضاء على أي هجمة مرتدة، في حين تعتبر البرازيل أكثر ارتكاباً للأخطاء. وبلا شك ستتعرض البرازيل لعدة ضغوطات بسبب غياب نجمها نيمار وقائدها تياغو سيلفا. جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعهم من أجل المنتخب. بالتأكيد سيكون هناك بعض التغييرات، وسنتعامل جيدا مع نقاط القوة والضعف عند ألمانيا. نستطيع أن نفاجئهم. أفضل أداء للمنتخب البرازيلي كان أمام كولومبيا، ولكن ألمانيا منتخب لا يستهان به حين أقصى فرنسا بسهولة. ويملك المنتخب الألماني عدة أسماء قادرة على صنع الفارق بوجود توماس مولر ومسعود أوزيل وماريو غوتزا، ولكن الجمهور البرازيلي سيزحف لملعب اللقاء ليشكل داعما كبيرا لأصحاب الأرض حتى في ظل غياب نجميها. هذا كل ما لدينا اليوم، تابعونا غدا لمعرفة آخر المستجدات من البرازيل 2014. اهلا بكم متابعينا، وبمن ينضم الينا ضيفنا في هذه الحلقه الاعلام القدير رئيس قسم الرياضي في صحيفه الحياه مصر جبرتي. اهلا ومرحبا فيك. يا اهلا ومرحبا بك، وهلا بالاخ تركي. سعيدين فيك. الحمى ترتفع يقول تركي في شوارع البرازيل مع قله تفاؤل او تخوف. قله التفاؤل مبين كثير في القميص اللي لابسه تركي، اللي لابس اسود، يعني حاله من عدم التفاؤل كبيره جدا. واضح انه يعني برازيلي كان بيقول لي انه يلبس عاده قميص الفريق الفائز، كان ممكن يلبس قميص نصين، دخل فيهم منصور انا نص ونص. لا بحكم انك قعدت عندهم فتره طويله، يعني الحين قربت الحدود فوق ال 20 يوم من 10 القوم صار منهم. امر حلال. لا ما لي منهم انا، خلني ارجع بس الرياض. ويعلمك ايش يشجع، ولا انا اعلمك في نهايه الحلقه. يعني تركي متاح له الامر انه يصل الى النهايه عموما، يعني انه واحد من فرق الاربعه على كذا. والله يا اخي لا شوف ال على الاسود أكيد فريق اكيد الواحد يتعاطف مع البرازيليين. لما تجي تشوف هنا يعني حاله ارتباط هالمجتمع بكره القدم وبالمنتخب البرازيلي، يعني انا اعتقد يقدر الواحد يكتب عنها حكايات. ارتباط هذا الشعب بالمنتخب أنا في حياتي ما شفت، يعني ولا أعتقد ممكن يمر عليه مثل اللي أنا قاعد أشوفه الآن. ارتباط الجماهير بالمنتخب الوطني، ولا مرة سمعت أحاديث عن أندية طول الفترة الماضية، ولا مرة سمعت أحاديث عن هذا اللاعب وهذا اللاعب من هالنادي ولا من هالكلام. وكنت أسأل الصحفيين الحقيقة عن مثل هالمواضيع، أنتم ما تتكلموا عن اللاعبين الأندية ولا ليش انضم فلان وطلع فلان؟ قال لي ما نتكلم لسببين، اولا احنا خلف المنتخب ايا كان، ثانيا دائما الاختيارات تكون الاختيارات الصحيحه، يعني ما تحس ان في احد ماخذينا كذا، وما تحس ان في احد يستاهل يلعب وقاعد برا، لانه الجميع يبغى هذا المنتخب يكسب ويبغى هذا المنتخب يفرح، لانه ينعكس على 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 الحاله والمزاج العام على على المستوى الشعبي في البرازيل. فمش مسموح لاي احد انه يشوف لاعب مميز وما ياخذه، ولا مسموح لاي احد انه ياخذ لاعب يعني مو قاعد يقدم مستوى ويضمه للمنتخب. وهذا النوع من التعامل، المصداقيه، القناعه، الصراحه في
في بين خلينا نقول الإعلام والجمهور والجهاز الفني، ما يخلي الأندية تفكر كثير في مسألة أنه والله هاللاعب ليش ما انضم، أنتم ما تحبونه ومن هالحكي. وبالتالي لما تسأل أسأل البرازيليين اليوم مين في موجود في البرازيل على مستوى الأندية كان مفروض يكون في المنتخب، ممكن يكون اليوم هو المنقذ للمنتخب البرازيلي بعد غياب نيمار، قالوا ما في أحد. أزين شيء عندنا حطيناه في المنتخب اللي موجود قدامك. يمكن هذا سبب من الأسباب اللي يخلي الناس مرتاح، ما تشعر أنه هذا المنتخب يخاف من نادي جماهيري أو يخاف من نادي له إعلام أو يخاف من نادي له سطوة، ما يخاف من أحد، وبالتالي يتعامل مع الجميع من منطلق الأداء الفني على الأرض. جميل. خلينا ناخذ يعني تركي لقاء أنت أجريته، ولا خلي الشباب يقولون نأجله شوي. بالنسبة لي نشوف لقاء لاعب دي سانتوس البرازيل اللي أجراه الزميل عبد الله رشود، ونرجع نتكلم شوي عن أحاديث النجوم البرازيليين. شاهدنا بالأمس الدير وقبل فترة زيكو، نتابع دي سانتوس ثم نعود للحديث. بعد كل هذه السنوات من الخبرة، ما هو رأيك في كأس العالم بالبرازيل؟ بالرغم من المشاكل خارج الملعب، نجد كرة جميلة فوق المستطيل الأخضر، العديد من الأهداف الرائعة، وبالطبع هذا يدل على نجاح البطولة حتى الآن. أيضا من الرائع حدوث بعض المفاجآت بالنتائج، وهذا ما حصل في هذه البطولة. وماذا عن أداء البرازيل؟ أعتقد أن الكرة البرازيلية لم تظهر كل قوتها حتى الآن، نحن أظهرنا 50% فقط، وما يقلقني هو نيمار. لا يمكن لأي فريق في العالم أن يعتمد على لاعب واحد في كأس العالم. الآن وصلنا لمراحل صعبة والفرق كلها تعرف بعضها البعض، وسيكون الخصم مركزا على إيقاف نيمار، لذا يجب علينا خلق حلول أخرى. برأيي أن ويليان يجب أن يأخذ حقه من اللاعب، وسيكون مفيدا بشكل كبير لتحرير نيمار. كما أن الجميع ينتقد فريد لعدم التسجيل، ولكن الكرة لا تصل إليه. على المدرب فيليب سكولاري أن يضيف بعض التغييرات. هل تعتقد أن سكولاري يخشى من تغيير بعض اللاعبين؟ لا أدري، ولكن من الواضح أنه ينتظر حتى آخر اللحظات من المباراة ليجري التبديل. الآن لا يسعنا الانتظار، إما أن نفوز أو نفوز، ليس هناك خيار آخر. إن لم نلعب جيدا فسيكون علينا متابعة المباريات من بيوتنا ومن خلف الشاشات. إن لم تستطع البرازيل الفوز، من برأيك يستحق اللقب؟ بالنسبة لي الألمان دوما ما يلفتون الانتباه، وأيضا فرنسا، على الرغم من أن التوقعات لم تصب في صالحها، إلا أنها قدمت مستويات رائعة. ماذا عن سواريز؟ بلا شك أن الجميع يسأل عنه، هو يستحق العقوبة بالفعل، ولكنهم عاقبوه كما لو أنه كان مجرم. لا نختلف على أنه قام بالعرض، ولكن الفيفا عمله بقسوة أكثر من اللازم. على سبيل المثال في عام 94 تسبب ليوناردو في كسر لأحد لاعب المنتخب الأمريكي في وجهه، ومع ذلك كانت عقوبة ليوناردو خلال كأس العالم فقط. ماذا عنك أنت؟ لديك ذكريات جميلة مع كأس العالم، أليس كذلك؟ نعم، لقد كانت جميلة جدا، لأنه في عام 94 نفد صبر الجماهير بعد غياب عن كأس العالم دام 24 عاما، وكانت علينا ضغوطات كبيرة. عندما سجلنا هدف الفوز باللقب نظرت للسماء وشكرت الله. في الحقيقة كان الاحتفال الحقيقي في البرازيل، لأنه في أمريكا لم يكن هناك أي احتفالية بعد الفوز على إيطاليا، ولم يتحدث أحد عن ذلك. ولكن حينما عدنا للبرازيل شاهدنا الجموع تنتظرنا في الأسفل، ووقتها شعرنا فعلا بأننا أبطال العالم. هل تتذكر الهدف السعودي في كأس العالم أمام بلجيكا؟ نعم، لقد كان هدفا رائعا. حينما تسجل بمثل هذه الطريقة وفي كأس العالم فلن ينساه أحد. لقد سجل هدفا شبيها بهدف مارادونا في المكسيك، ولكن مارادونا ليس له مثيل، أليس كذلك؟ عموما لقد كان هدفا جميلا. يعني
يعني التفاؤل لدى اللاعبين ربما في هذه اللقاءات انها اجريت قبل يعني قبل فتره بسيطه، ما جتها الظروف اللي اشعلت البرازيل بغياب نيمار وتياغو سيلفا، خصوصا نيمار. والله الغياب مؤثر فنيا، لكن واضح انه الحاله النفسيه مرتفعه جدا عند الجانب البرازيلي بشكل كبير. احنا شفنا كل المباريات الماضيه كان في حاله نفسيه وحاله توحد بين اللاعبين، ويعني تماسك يعني غريب جدا او عجيب جدا. ولا تنسى الجمهور ايضا والاجواء نفسها في حاله، احيانا غياب لاعب يعطيك دفعه معنويه، وهذا يعني ما اتوقع سيحصل مع البرازيل، رغم انه من الناحيه الفنيه غياب سيلفا ايضا غياب قاسي نوعا ما، لانه ممكن يكون بديله دانتي، لكن عمليه التفاهم والحاله اللي شفناها في الجانب الدفاعي الفتره الماضيه كانت مرتفعه جدا، ربما تتاثر نوعا ما. ويمكن الحالة الدفاعية في البرازيل تعطيك انطباع أن البرازيل ممكن يصل إلى النهائي ويأخذ النهائي، لأنه لو حسبت في المونديالات السابقة كل المنتخبات اللي كانت تحظى بخط دفاع قوي جدا وخط هجوم يكون أقل مستوى حصلت على كأس العالم، يعني الدفاع كان هو الخط إلى أو الطريق إلى كأس العالم. فرنسا، إيطاليا يمكن بالدرجة الأولى على اعتبار أنه يمكن هذا النهج هو النهج اللي اشتهروا فيه، ولكن في المقابل ايضا لو شفت الترشيحات، الترشيح اللاعب سانتوس كان لالمانيا بالدرجه الثانيه، انه من الناحيه الفنيه ايضا المانيا خاطفه الانظار. كرويف ايضا في تصريحات اليوم رشح المانيا بالدرجه الاولى انها تحقق اللقب، رغم انه منتخب بلاده موجود ضمن الاربعه الكبار، ومع ذلك رشح المانيا انها تحقق اللقب. من الواضح انه المانيا فنيا تتفوق، ولكن الروح والحاله المعنويه عند البرازيل يعني طاغيه بشكل كبير. جميل، هذه الروح اللي تتكلم عنها. خليني اسالك سؤال سريع، قبل شوي نشاهد لقطات وصول الفريق في التاسعه والنصف، كانوا يتراقصون داخل الباص ويغنون، وتوقف الباص امام مدخل لاعبين ما نزلوا الى ان اكملوا الاغنيه، حتى كانت اللقطه على مايكون انه يضبط الايقاعات على زجاج الباص. هذه حاله معنويه مرتفعه جدا، لانه تعرف الضغط الجماهيري الموجود ضغط عالي جدا، من الممكن انه يسبب لك مشكله ما لم يكن في يعني تهيئه جيده تعامل هذه. من الواضح انه في حاله هدوء جيد، من الممكن انها يعني تساعد الفريق في على ارض الملعب. جميل. هذه الحديث ستتواصل عن البرازيل، الموضوع سهل بالنسبه لك عزيزي المشاهد، تاخذ يعني بطاقه السوا وانت عميل سوا وتاخذ جوالك ترسل 7007 الى 902 وفالك المباراه النهائيه في البرازيل، ما بقي وقت على اختيار الفائز بهذه المسابقه ليكون هناك في المراكانا الشهير. خلنا نجرب حظنا ونشوف، فاصل ونعود. لقاء الأبطال، البرازيل تنازل ألمانيا والكل يبحث عن الطريق المؤدية للذهب، والبرازيل في تحد خاص تبحث عن العبور للنجمة السادسة. اهلا بكم مجددا، واهلا بمن ينضم الينا الان، لمن يتابعنا ويستمع لنا ايضا عبر روتانا في ضيفنا في هذا المساء الزميل منصور الجبرتي، وتواصل معنا زميلي تركي العجمه من استديوهاتنا في البرازيل في ريو دي جانيرو. خلني اسال تركي في البدايه، تركي واضح من انه من حديثك عن انه كل البلد مهتمه بالمنتخب، ايضا لقاء اللي بنشاهده بعد قليل اجريته انت مع شاعره برازيلي. والله شوف يعني لا اعتقد ان البرازيليين عندهم القدره على تحمل الخروج من هذه الكاس، لكن اليوم واحد من التعليقات المثيره انه ان كنا سنخسر الكاس فلنخسرها امام المانيا ولا نريد ان نخسرها امام الارجنتين. ستكون المسألة صعبة جدا على البرازيليين لو كانت الخسارة أمام الأرجنتين. اليوم دونجا يعني صرح لقناة جلوبال البرازيلية وقال إنه
اتوقع انه اليوم المنتخب البرازيلي بسبب عدم وجود نيمار وسلطة اللاعب النجم اتوقع ان يقدم المنتخب البرازيلي افضل اداء جماعي في البطولة. اليوم اللاعبين وهم متوجهين للمعسكر يمكن كانت اللقطات شوف هذه الالعاب النارية يعني انا قاعد اقول العاب نارية خاف تكون شيء ثاني بس اهدي نفسي واقول العاب نارية. اليوم كانت اللقطات على المدرج والجماهير او على البوابة وخروج اللاعبين من المعسكر كان في جماهير وكأنها في مدرج يعني محاولات كبيرة لدعم المنتخب البرازيلي من المعسكر وحتى وصولا للملعب يحاولون يدعمون معنويا. في كثير من النقاد يرون انه لو البرازيل كسبت اليوم ستكسب بسبب الدعم الجماهيري. شوف من بداية البطولة محمد وحتى الآن وحتى هاللحظة ترى فنيا مش مقتنعين تماما انه منتخب البرازيل افضل منتخب ولا حتى منتخب مقنع من الناحية الفنية. هذا رأي البرازيليين انفسهم، لكن زي ما قلت لك في اللاوعي عندهم في 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 ذهنهم دائما عندهم قناعة انه هذه البطولة لازم تكون باسم البرازيل ولا ياخذها اي منتخب اخر. الدعم الجماهيري كبير اليوم، حتى اللاعبين وهم يعني في الحافلة كانوا يضعون القبعات وعليها اسم نيمار، محاولة يعني لإظهار بأنه نيمار لا زال موجود بيننا. هذا حتى تصريح السيد اليوم فيليباو ذكر بأنه يعني خلينا نقول معنوياتنا اليوم كلها عالية لأننا نريد أن نهدي هذا الفوز إلى نيمار. جميل، خليني بشوف مطرنا نشوف أجل لقاء هذه الشاعرة البرازيلية اللي يجري مسبقا بنشوف هذا اللقاء وبنرجع ناخذ رأي زميل منصور عن ذلك. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، لقاءنا اليوم مختلف شوي، مهم ويعني رياضي بس انه من جانب اخر مختلف. موضوعنا اليوم راح نتكلم فيه عن هذا الكتاب، كتاب رياضي، شاعره رياضيه او شاعره وكتبت الفت كتاب عن الرياضه او كتبت قصائد عن الرياضه. هي في الحقيقه محاميه وناشره كتب وايضا شاعره. تحدثت في هذا الكتاب اللي اشترته الحكومة البرازيلية منها ما يقارب 30,000 نسخة ووزعته على المدارس المتوسطة والثانوية لجمال هذا الكتاب ولغرابته. الحقيقة في كثير من المواضيع ممكن نحكي فيها مع ضيفتنا اليوم اللي هي تريزا كريستينا هوكي داموتا. هاي مرحبا تريزا، سعيدين بوجودك معنا. أنا كذلك سعيدة لوجودي معك. First of all, my first question when I saw the book, what is inspired? ما الذي ألهمك لكتابة كتاب كهذا ونشره؟ This book published. Yes. The first book. القصيدة الأولى في هذا الكتاب كان سببها هدف أولمبي في 2001 في شهر مايو في اليوم 13. كان هدفا جميلا جدا، ونفس هذا اللاعب أحرز 8 أهداف من ضربة ركنية مباشرة، وكان فعلا يقصد أن يسجل بتلك الطريقة، ولم تكن بالصدفة كما كان البعض يقول. كان يجعل الكرة تنحني بطريقة عجيبة. هل أنت مشجع لكرة القدم قبل هذا الهدف؟ لا لم أكن كذلك، ولكن أعرف كرة القدم وأنا محاط بعشاق كرة القدم وأحضر مباريات كأس العالم، وفي ريو أشجع في المنزل، والكثير من أصدقائي شجعوني على كتابة هذا الكتاب، والبعض منهم أصر على ذلك وبدأت الكتابة. هل بدأت في 2001 من أجل هدف وحيد؟ نعم، وأنهيته في 2003، والكثير أحب الكتاب والقصائد الموجودة بداخله لأنها كتبت من قلبي ومشاعري. كم من الوقت أخذت القصيدة الأولى؟ لم تأخذ أكثر من دقيقتين، فقد أتاني الإلهام مباشرة.
Can I have you to read it? Yes, I can read it in Portuguese. Yes. Then I can try to translate it. Yeah. خلنا أن نسمع القصيدة حتى وإن لم نفهم كلماتها. يكفي أن نرى التعابير الصادرة منك. In your face when you read it. Yeah. About the. أكيد بالطبع. Yes, it's called the three-time champion, to Petkovic. So he says, nunca vi gol mais lindo. Matematicamente perfeito, ideologicamente exato, cosmologicamente calculado. Se não foi Deus quem fez as parábolas, eu não acredito mais em futebol. Se não foi por isso que o Flamengo foi tricampeão, tudo perderá o sentido e eu jamais saberei por que vivo. Se eu não descobrir por que meu coração é feito de nuances, serei para sempre serva de um amor inexpugnável e belo, pertencente à qualidade das ninfas, mulheres de harém, abelhas em colmeia que não sabem por que vivem, mas apenas vivem. Amém. يبدو لي منصور أنه الكل يعني حتى الشعراء أصبحت تستويهم الكرة مثل ما قال تركي كل البرازيل اليوم تتحدث كرة. غريب أن الكل حتى من خارج البرازيل اللي موجودين من خارج البرازيل في البرازيل مثل تركي والزملاء كلهم يتمنون البرازيل تحقق ذلك حتى لو لم يشجعوا البرازيل. والله البارح كنت مع الكابتن صالح المطلق عنده يعني ولاء عجيب وغريب للبرازيل على الرغم من أني لما ناقشته فنيا وقلت له أنه ما قدم مستوى جيد قال لي حتى ما قدم مستوى جيد عنده روح وحيفوز بالكاس. أنا يمكن القصيدة ذكرتني بمقولة ماني متذكر من اللاعب اللي قالها لكن يقول إحنا في أمريكا اللاتينية نلعب كرة القدم مثل قصيدة أوروبا يلعبون كرة القدم وكأنهم يكتبون نثرا قد تكون فيها يعني إبداع ولكن إبداع نثري إحنا الإبداع عندنا إبداع يعني إبداع شعري كرة القدم كأنه إبداع شعري وهو فعلا يعني لما تفكر فيها بهالجانب فيها يعني بجانب حقيقي دائما سحر كرة القدم السحر الحقيقي اللي فيه يمكن متعة أكبر حتى إحنا يعني يمكن كمنطقة الخليج والعرب نحب المتعة أكثر يعني كثير أكثر من هي اللعب اللي هو في نوع من الميكانيزم والتكتيك العالي أعلى من الإمتاع نوعا ما. أذهب إلى الوقفة الثانية وأعود لمواصلة الحديث عن المباراة وعن بعض التصريحات والقمة النارية بين منتخب البرازيل وألمانيا 7-0-0-7 إلى 902 خليك تروح البرازيل. ألمانيا لا تزال تتذكر كابوس 2002 وتبحث عن رسم لوحة جديدة لا تعرف إلا النصر ومعركة خاصة بين سكولاري العنيد ولوف العقيم. أهلا بكم مجددا متابعين الكرام بمن ضم إلينا الآن. أنا قاعد أقنع منصور يأخذ سامسونج وصار معه سامسونج بالنسبة للجوال. ورحب أيضا من يستمع لنا عبر روتانا FM. اذهب إلى تركي هناك في البرازيل مباشرة. تركي مع حمى المباراة واقتراب ساعتها الشرطة البرازيلية أعلنت أنها فككت عصابة بيع التذاكر المرتبطة بالاتحاد الدولي اللي هي التذاكر في السوق السوداء. طبعا هذا موضوع واحده من اكبر فضائح الفيفا اليوم. طيب تركي ما نسمعك كويس قريب اي نسمعك الحين لي
طيب، هو هذا واحد من اكثر المواضيع الاثاره في اليومين اللي راحت، وفي احاديث انه قريب لبلاتر، وبالتالي انه هذا السبب انه محاوله عدم الحديث عن الموضوع. راح ينفتح هذا الموضوع اتوقع يعني بشكل مفصل بعد كاس العالم، وفي تحقيقات قائمه على هالقضيه، لانه موضوع التذاكر واحد من الاشياء اللي كمان رغم كل الاحتياطات اللي كانت موجوده الا انه كان في تزوير للتذاكر، سوق سوداء للتذاكر، وفي مباريات انت تذكر يعني لما كنا نتحدث عنها انه صار فيها اقتحام ودخول للملعب بدون تذكره. واحده من الاشياء اللي بيعلق عليها محمد هو لقاء الشاعره. تخيل هذه السيده ما كان لها علاقه كبيره بكره القدم، الا علاقه بسيطه جدا، شاهدت هدف من ضربه ركنيه تدخل للمرمى ومن لاعب مش برازيلي، واعجبت بالهدف وكتبت عنه قصيده، بعدين طلب منها تكتب قصائد يعني عن عدد من المواضيع الرياضيه، كتبت عن الماراكانا، كتبت عن بيلي، كتبت عن المنتخب البرازيلي، عن ريفالينو. الحكومه اشترت هذا الكتاب ووزعته على المدارس في مكتبات المدارس حتى يقرا. يعني اهتمام خلينا نقول بالمكتبه الرياضيه، اهتمام بالانتاج الفكري الرياضي، وهذه واحدة من الأشياء اللي نتمنى إنه يعني الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإدارتها الجديدة الأمير عبد الله بن مساعد إنه تحط هذا الموضوع في عين الاعتبار، اللي هو خلينا نقول المكتبة الرياضية اللي عندنا تعتبر فقيرة وفقيرة فقيرة جدا، يعني مراجعنا فيها قليلة جدا في أكثر من مجال، ونحتاج إنه يعني إنه هذه المكتبة تمتلأ أكثر بالكتب والكتاب. جميل. يعني صحيح انه المنصور انه المباراة يوم الغد، ولكن برجع لمقالك اللي كتبته ابيض واسود الاصلع المظلوم، انه خلينا ناخذ هذا الجزء الاول وبخلي لك التعليق. كان الفنان الهولندي ارين روبن يستحق جائزة افضل لاعب في العالم، لكنه للاسف الشديد لم يكن بين اختيارات فيفا سابقا او لاحقا، وحتى عندما دخل في دائرة المنافسة كان وجوده خجولا لا يعكس مكانته الكروية الرفيعة التي احتلها بجهده وإبداعه وتميزه. لكن مشكلة روبن أنه ليس رجلا قابلا للتسويق، وفطاحلة الاتحاد الدولي وكبار مموليه يسعون وراء منتج يسوقون من خلاله. طالما يتحدثون عن هذا الجزء الأخير، بترك الجزئين اللي في النص اللي تحدثت عن أنه لا يملك وسامة رونالدو ولا قبول ميسي، وتكلمت عن أنه أصلع وقصير قامة وبعض الأمور، ليس قصير قامة يعني عن وقصار القامة، جمعت عن قصار القامة مع أنه ميسي قصير قامة وأخذ وجه. لماذا يعني اخترت، لماذا أو خلينا نقول خدت هالخط، ليش جت في بالك هالفكرة المتزامنة مع كاس العالم؟ لأنه في كاس العالم أثبت في الوقت اللي كان فيه ميسي بالكاد يعني يسير بالمنتخب الأرجنتيني وما قدم يعني ما شال الفريق، خلينا نقول بهالمصطلح الشعبي. أيضا رونالدو أدى أداء يعني سيء لا يعكس يعني لاعب كان ينافس على يعني كاس عالم، وحتى تصريحاته كانت تصريحات يعني متخاذلة أنه منتخبنا غير قادر على الحصول على كاس العالم، يعني ما أعطى حتى الدفعة المعنوية لفريقه ما قدمها في الوقت اللي كان روبن يقدم عطاءات يعني مميزة جدا، ويقود يعني منتخب بلاده من مرحلة لمرحلة، وكان لاعب مميز حتى على الناحية الفنية، مش من الآن، من زمان. هو حتى من يمكن 2002 في كل الفرق اللي لعب فيها تحقق معها الدوري، تشيلسي حقق مع الدوري، في هولندا حقق الدوري، وكل سنة يعني ثلاث سنوات ريال مدريد حقق مع الدوري، يعني على مدى ترى يمكن حدود 12 سنة وهو كل فريق ينتقل معه يحقق مع الدوري. يمكن غاب سنة واحدة في 2012 مع بايرن ميونخ، هذه السنة الوحيدة اللي غاب فيها من تقريبا 12 وبعدها سنة، وبعدها حقق دوري الأبطال وقاد بايرن ميونخ لكل البطولات اللي حققها النجومية اللي حصلت في بايرن ميونخ، والثورة اللي حصلت بوجود غوارديولا. هل ترى أفضل لاعب في العام ولا في البطولة؟ أنا أرى أفضل لاعب في العام بشكل عام وبشكل يعني مطلق، ولكنه ما حظي بما حظي في رونالدو وميسي مقارنة بالمستوى اللي قدمه على أرض الملعب. لكن يمكن النقطة التسويقية اللي هي تغيب عن روبن، هو غير قابل للتسويق، يعني هو كشكل غير قابل للتسويق، الإعلانات لا تعرف نظرية المصريين اللي هي تقول لك الكاميرا ما بتحبوش. أنا ودي هالنظرية موجودة عند روبن نوعا ما. من هالجانب ودي أسألك سؤال، بس ما يعني المفسرون للأمور السيئة كثر، فلذلك بتغاضى عنه بنتقل لجانب آخر. أربط هذا الموضوع بمعايير الفيفا،
99 يحصل عليها بنزيما وهو متصدر الآن للأفضل اللاعبين في معايير الفيفا، يليه خيمينيس رودريغيز لاعب كولومبيا، ثم فاران المدافع الفرنسي، وبعده مدافع أيضا ديفيد لويس. أنا أقول أنه العوامل التسويقية لدى فيفا ولدى ممولين فيفا والمعلن له تأثير بشكل أو بآخر على اختيارات فيفا لأفضل اللاعبين في كل المراحل اللي حصلت ماضيا، حتى يعني على صعيد المراقبين على صعيد المدربين. كثير في السنوات الأخيرة كانت هذه الملاحظة مبينة في الفيفا تحديدا. يعني جميل، خلينا نروح التركي قبل ما نودع تركي قبل انطلاق المباراة بربع ساعة. تركي، يعني بحكم أن تحدثت لنا عن الأجواء، بالتأكيد الشارع خلفك فاضي، يبين في اللقطة اللي أنت تظهر فيها، وحتى في حال عودتنا من الفواصل بدأ الشارع الشاطئ اللي على الكوبا كابانا يبدو خاليا، ولكن كأمور فنية كيف تراها تركيا؟ أين تسير المباراة؟ النقص سيولد القوة لدى البرازيل، لن يرضى البرازيليون إلا بالفوز، أم أنه ألمانيا اللي تحس أنهم جايين يودون وظيفة، حتى فرحتهم بالأهداف تجدها ما تتجاوز الثواني، وجدية حتى في الفرح؟ شوف، أعتقد أنه مدرب المنتخب الألماني خلى البرازيليين اليوم ينظرون للمباراة يعني بروح عالية جدا، لما ذكر بأنه سنلعب أمام البرازيل وسنكسب المباراة، أثق جدا بأننا سنصل للمباراة النهائية. ممكن يكون هذا سبب في دخول البرازيليين اليوم بشكل مختلف. التشكيلة البرازيلية حتى اليوم ظهرا لم يتحدد بشكل نهائي طريقة أو البدلاء أو البديل اللي راح يكون بدل نيمار، حتى اليوم الظهر لم يحسم هذا الموضوع أو على الأقل لم يعلن عنه فيليباو. هذا يمكن كل شيء موجود لمباراة اليوم، والله يسهل إن شاء الله. الله يسر إن شاء الله. يعني أنا نتمنى أنه الرغبة اللي لديكم لدى جميع الإعلاميين بصراحة، مو فريق عمل كرة فقط، في استمرار فوز البرازيل لأسباب ربما يجهلها من يشاهد البرازيل خلف الشاشة أو يشاهد ألمانيا، ليست المشكلة في تشجيع أو غير ذلك. شكرا لك تركي ولفريق العمل. غدا بيكون كلامنا بعد يوم حافل، إما يعني ضجة البرازيل فرحا أو أنها تنام حزنا، ربما تنام هادئة وربما أيضا تنام بشكل يعني بشكل تنام بشكل محزن في هذا الوقت. شكرا لك تركي. شكرا تركي. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحديث. دور نصف الحقيقة يضع السيليساو أمام الماكينات في النهائي الحلم، وظهور خاص لكلوزا من أجل كسر الاحتكار، وتواجد مهم للعميل دانتي. سيسي تتيح لك الفرصة في التواجد في المباراة النهائية برسالة 7007 إلى 902، وانت تشاهد المباراة على شاشات سامسونج المنحنية أرسل هالمسج. منصور، خليني أدخل في بعض تفاصيل المباراة لمن ترى التفوق. حتى وإن تكلمنا عن فوز ألمانيا في المباريات، لم نجد ألمانيا تقدم مستوى جيد إلا في مباراتها مع الجزائر، وربما ما قدمها الجزائر فرض على ألمانيا أن يكون بهذا الشكل. في المقابل الناس أخذت مباراة البرتغال كمستوى، البرتغال لم يكن أيضا في مستواه لكي
نشاهد ألمانيا بشكل صحيح. كبير. في المقابل أيضا البرازيل إلى الآن لم تقدم المستوى المقنع فنيا، كلا المنتخبين إلى الآن لم يقدمان المستوى اللي معهود عنهم. إذا كان في مشكلة مثلا في البرازيل مثلا الأسماء مختلفة، لا يوجد نجم مميز أو صاحب يعني مهارات فردية عالية سوى نيمار، الوضع في ألمانيا مختلف، هم نفس اللاعبين منذ فترة طويلة، أسماء كلها أسماء عريضة، كان لهم حضورهم مع أنديتهم بشكل عالي جدا، بالتالي كنا نتوقع أن ألمانيا تكون يعني أفضل مما قدمت. ولكن بشكل عام ألمانيا لو لاحظت أمام منتخب الجزائر لعبت بهدوء نفسي عالي جدا، رغم الضغط النفسي المفروض أن يرتفع مع الهجمات اللي كانت موجودة عند الجزائر ومع الروح العالية اللي كانت موجودة عند الجزائر. أنا لو كنت مدرب ألمانيا مكان لوف في تلك اللحظة لشعرت بنوع من القلق، ولكن ومع ذلك كان في حالة هدوء عامة موجودة، والهدف يدل على أنه كان في يعني قوة أو ثقة نفسية عالية جدا برغم يعني مجريات المباراة اللي صارت، على عكس يمكن البرازيل لاحظت أنه في حالة تسرع حصلت لما انضغطوا في المباراة الأخيرة، لاحظت أنه خلال اللحظات الأخيرة من المباراة كان في حالة تسرع في اللعب، هذا يعكس نوع من القلق النفسي اللي ارتفع نوعا ما عند البرازيل. من ترى أفضل في إدارة المباراة، يواكيم لوف أم سكولاري؟ أما أنه خليني أربطها في تصريح شفاينشتايجر في ليلة البارحة حينما ذكر أنه مشكلتنا أن المدرب ومساعده الاثنين أحرزوا كؤوس عالم للبرازيل. صحيح، يمكن أيضا المنتخب البرازيلي سكولاري سبق أنه حقق، يقصد هو لا يقصد سكولاري ومساعدة كارلوس ألبرتو، يعني احنا امام جبهتين تدريبية يعملها لنفس ومع ذلك اليوم كان كارلوس ألبرتو بيريرا كان عنده تصريح يقول انه هناك ضغط كبير على لوف، ولكن حتى انا لما حققت كاس العالم كانت الجماهير تنتقدني برغم اني حتى لما وصلت النهائي قبلها بيوم كان في انتقادات على طريقة لعبي، يمكن هذه ضمن الحرب النفسية نوعا ما، ولكنه ايضا تعكس انه يرى في لوف مدرب تكتيكيا جيد. يمكن لوف سوى بعض التغيير نوعا ما الهادئ قبل البطولة، ولكن بشكل عام ما قدموا الألمانية إلى الآن لم يقدم العطاء الأعلى له، وربما تكون مباراة البرازيل هي نقطة التحول في تقديم المستوى الأرفع، لأنه يمكن هذه أول مباراة إذا يعني أول مباراة تعتبرها يمكن قوية أو عالية المستوى أو أمام منتخب يحتمل مستوى أعلى من البقية وأيضا يحتمل تاريخ وصراع نفسي أعلى من البقية. كيف تتوقع يكون سير المباراة منصور؟ أعتقد شخصيا الشوط الأول سيكون تكتيكي أكثر مما حيكون يعني لعب حر ومنفتح، ربما الشوط الثاني تختلف الأداء أو بحسب الأهداف اللي ستحرز، من سيحرز الهدف الأول ثانيا، ولكن حتى لو أحرزت البرازيل هدفا الثقة النفسية والهدوء النفسي عند ألمانيا أعلى من البرازيل، بمعنى أنه ألمانيا قادرة على التعويض، البرازيل لا تمتلك القدرة النفسية على التعويض بنفس القدر اللي يمتلكه المكانات. بنشوف الحكاية صورة مرتبطة بهذه المباراة ومرتبطة بآخر ذكرى في كؤوس العالم، الصورة للنجم الذي لن يتكرر الظاهرة البرازيلية رونالدو مع أيضا حارس كبير أوليفر كان، من يأخذ بيد الآخر منصور؟ يعني أنا هذه صورة قديمة، والله ألمانيا تبحث عن رد الثأر. والله ألمانيا تبحث عن رد الفأر، بالمناسبة أنا ذكرت يمكن تصريح رئيس نادي النصر لما يقول رونالدو الحقيقي، يعني فعلا كان نجم مميز، لكن قد تتكرر هذه اللقطة غدا مع اختلاف الأشخاص. طيب تتكرر، من اللي بيكون على الأرض؟ نوير ولا خوليو سيزار؟ والله 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 غالبا نوير، يعني انا شخصيا ارى انه البرازيل يعني برغم كل المعطيات ارى انها اقرب الى انها تحقق الفوز غدا. تروح 90 دقيقة مباراة ولا ما تروح؟ والله كل المعطيات الفنية ستتغير اذا وصلت الى ما بعد 90، يعني ستذهب. انت هذه المباراة بالاحداث اللي فيها يعني تتوقع أنها تتجاوز 90 ولا تخلص؟ أنا أتوقع أنها تتجاوز 90، وإذا تجاوزت 90 ستكون البرازيل أقرب، خلال 90 ستكون يعني ألمانيا ربما يعني بفضل العامل النفسي أقدر على التعامل معها، ولكن إذا ذهبت فيما بعد 90 سيكون الدافع النفسي عند البرازيليين أعلى بكثير. جميل.
منصور الجبرتي، سعيد لتواجدك معنا المرة الثالثة. شكراً. شكراً جزيلاً لك في تواجدك في كورة عيشها في البرازيل. إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام في هذا المونديال. أشكركم أيضاً متابعين الكرام على روتانا خليجية ومستمعين عبر روتانا FM لمتابعتكم لبرنامج كورة عيشها في البرازيل. برامج روتانا خليجية تتواصل بشكل مختلف في رمضان. Olá, olá, la 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 la